خلصت يا جزمة؟ يلا يلا خلصت يا بابا؟ عايزيني بوكيه الورد ده هينسيكي اي حاجة، يعني احلى مفاجأة ما شاء الله. اللي جايب احمد صلاح. يا ما شاء الله، حضرتك جايب 2 بوكي ورد لبنتك وصاحبتها صح؟ لا توأم. ما شاء الله الله. طب يلا بقى صورة مع بابا كده. يلا يلا يا بابا. بتعيطي ليه بس؟ يا رب تفرح بيهم يا رب. انتوا ادبي ولا علمي؟ ادبي. ادبي؟ بتتوقعوا يعني هتجيبوا كام بقى في الاخر عشان تفرحوا باباكم؟ الله اعلم بقى. في حاجات بتاعت الامتحان كان عامل ايه النهارده؟ كان متوسط. بس مبسوطين يعني؟ الحمد لله. ان شاء الله تجيبوا اعلى الدرجات وتفرحوا والدكم وتحللوا بوكيهات الورد اللي جايه دي. شكرا يا رب. يا عم نفرح بيهم دايما. شكرا شكرا يا بنت. شكرا.